طيب احنا بنتكلم على حاجه مختلفه بقى دلوقتي، هي البيريوديسيتي. لو انا عندي سيجنال اكس اوف تي انالوج، يعني كونتينوس تايم سيجنال وكونتينوس امبليتيود، طبعا عايزين نعرف انها بيريوديك امتى. اوكي، فالكونديشن بتاع البيريوديسيتي بيتحقق لما يكون في حاجتين متحققين. اول حاجه لازم تبقى انفينيت سبورت، ما ينفعش يبقى في عندي اي سيجنال فاينايت سبورت وتبقى بيريوديك خالص. اوكي، فلو انا جبت اي سيجنال لا فاينايت سبورت وبسال، يعني بسال اذا كنت يعني اقدر ان انا اثبت انها بيريوديك ولا مش بيريوديك، هقول على طول من غير ما اعمل اي حاجه انها مش بيريوديك. يعني ايه بيريوديك؟ اوكي، ايه بيريوديك؟ يعني نوت بيريوديك. الكونديشن الثاني ان احنا وي كان فايند ا بوزيتيف ريل فاليو تي نوت كولد ذا بيريد such that فور سم انتجر كي x of t plus k t نوت بتساوي x of t. يعني ايه الكلام ده؟ سيبنا من الكي دلوقتي، يعني كي دي ممكن تاخد اي رقم بوزيتيف، يعني اي رقم انتجر، يعني 0 1 2 3، مش 0 طبعا، 1 2 3 وهكذا، او ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 وهكذا. خلينا ناخد الكي بتساوي 1 فور ناو يعني. اوكي، عشان السيجنال بتاعتها تبقى بيريودك يبقى معنى كده هي بتتكرر. اوكي، فعشان تتكرر يبقى لازم يبقى لها بيريود بتاعت التكرار، يعني لازم يبقى لها مسافه معينه في الزمن بمشيها عشان الاقي التكرار بتاعي. اوكي، فاحنا بنتكلم ان احنا لو عندنا نقطه او عندنا تي نوت معينه، لما باخد التايم بتاعي زائد تي نوت، او التايم ده زائد 2 تي نوت، او التايم ده زائد 3 تي نوت وهكذا، بلاقي نفس قيمه السيجنال موجوده، يبقى معنى كده بتكلم ان السيجنال دي بتاعتنا دي بيريودك، والبيريود بتاعتها بتساوي تي نوت. طبعا ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، ان احنا ممكن برضو لو احنا حطينا تي نوت دي ب 2 تي نوت، يعني فرضا انا عندي البيريود بتاعتي كانت واحد، لو فرضا قلت ان انا هاخد تي نوت بتساوي 2، ما هلاقي برضو ان اكس اوف تي زائد 2 هتساوي اكس اوف تي. لا، احنا بنديفاين بقى البيريود تي نوت دي ان هي ذا سمولست بوسيبل فاليو اوف تي نوت اكبر من ايه؟ اكبر من الزيرو. اوكي، فبيسكلي الكلام ده مهم جدا، لان احنا يعني بيسكلي انتي نوت هي نفسها ممكن تكون بيريد بس ما هياش السمولست بوسيبل بيريد. يعني اي تكرار او اي مالتيبل من تي نوت هو نفسه بيريد. لو انا قلت ان انا مثلا هاخد البيريد بتاعتي هي اصلا اصغر بيريد واحد، لو انا خدت خمسة دي هتحقق لي الكونديشن ده. اوكي، بس في نفس الوقت ما هياش اصغر قيمه للتي نوت، فعشان يبقى الديفينيشن بتاع التي نوت ده يونيك، يبقى لازم ايه؟ نزود الحته بتاعت ان هي السمولست بوسيبل فاليو دي. اوكي، فمثلا لو انا باخد كمثال كوزاين توايس باي تي، دي بقى واضح جدا ان هي سيجنال والبيريود بتاعتها عباره عن توايس باي. طب لو انا حطيت ال سوري البيريود بتاعتها بتساوي واحد، يعني من 0 ل 1. اوكي، لو انا حطيت البيريود بتاعتي 2، ما هنلاقي برضو ان عند الزيرو بتساوي حاجه وعند الاثنين بتساوي نفس الحاجه. اوكي، بس اكشوالي البيريود المظبوطه هي تكون الواحد، لان هو الواحد ده اصغر رقم، ما هواش ينفع نحطها 2 او نحطها 3. فدايما الديفينيشن بتاع البيريود بتاع سيجنال هي اصغر قيمه بيتحقق عندها الايكويشن دي. طبعا احنا في الجزء دوت كل اللي مطلوب مننا ان احنا whenever يعني we want to test البيريوديسيتي بتاعت سيجنال هنحقق الايكويشن دي. اوكي، ونشوف اذا كان في قيمه للتي نود دي ولا ما فيش قيمه. اوكي، بعض الحاجات بتبقى واضحه، بعض الحاجات بنضطر ان احنا نعملها شويه ماثيماتيكال ديريفيشن عشان نقدر نوصل للتي نود دي بتساوي كام. كمثال على periodic signals، الانالوج ساينوسويدز عموما اوف فريكوانسي اوميجا نوت، او طبعا اوميجا نوت دي بتبقى راديان بير سكند، او بتبقى الفريكوانسي بتاعتها اف نوت اللي هي بالهرتز. اوكي، بيبقى لها بيريود، بتبقى طبعا هي periodic of period t note، والt note دي in seconds بتساوي twice pi على omega note او بتساوي 1 على f note. اوكي، لو احنا عندنا الحاله الخاصه بتاعت f note بتساوي 0، معنى كده بتكلم على الحاله بتاعت ان عندي دي سي او عندي السيجنال بتاعتي بتساوي constant. ساعه لما يكون عندي سيجنال بتساوي constant يبقى معنى كده اي period ممكن تنفع، فيعني هي basically ساعتها ال period بتبقى not well defined. يعني ما اقدرش اقول مثلا ان ال DC component او اقول ان السيجنال بتساوي constant دي بتبقى periodic، ما صعب ان انا اقول انها periodic. لو انا عندي بقى summation of two periodic signals x of t y of t، كل واحده فيهم لها period t1 و t2، الثانيه لها period t2، basically ممكن تكون periodic if the ratio of periods T1 و T2 is a rational number n over m، يعني لازم دي تكون integer ودي تكون integer. اوكي،
وطبعا ان اوف ام دول ممكن يبقوا نون، يعني المفروض يكون نون ديفيزيبل، يعني ما يبقالوش اسم، يعني دي اقل حاجه ممكن ان انا احطها، يعني ريشيو دي تبقى مبسطه لغايه ابسط حاجه. اوكي، ساعتها البيريود اوف ذا سم بتساوي ام في تي واحد او بتساوي ان في تي اتنين. الكلام ده جاي منين؟ لو انا تخيلت مثلا ان انا عندي السيجنال الاولانيه البيريود بتاعتها 2 والسيجنال الثانيه البيريود بتاعتها 3، اوكي، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان هما كل واحده فيهم ماشيه بيريودك، اوكي، بس هما الاثنين عشان يبقوا بيريودك مع بعض، لو المجموع بتاعهم المفروض يبقى بيريودك، يبقى معنى كده ان لازم البيريود تبقى بيسكلي كومن بين الاثنين دول. اوكي، يعني ايه كومن؟ يعني دلوقتي لو انا خدت مثلا البيريود بتاعتي بتساوي 2، اوكي، هلاقي ان في الاثنين دي السيجنال الاولانيه بيريودك والسيجنال الثانيه مش بيريودك، اوكي، فمعنى كده المجموع بتاع الاثنين مش هيبقى بيريودك. لو انا خدت البيريود بتاعتي بتساوي 3، لا ما تبقاش كده بقى، اوكي، نفس الكلام، بلاقي ان في واحده فيهم بيريودك والثانيه مش بيريودك. لو انا خدت البيريود بتاعتي مثلا بتساوي يا اما 2 في 3 او 3 في 2، اوكي، هلاقي انها بقت بيريودك دلوقتي، بقت السته دي بتمثل لي البيريود اللي هما الاثنين بيبقوا بيريودك فيها. اوكي، فبيسكلي انا بشوف الريشيو بتاعت الاثنين، والريشيو ديت بتديني الامكانيه بتاعت ان انا الاقي بيريود تبقى كومن بين الاثنين. اوكي، فلو انا بتكلم مثلا على ان فرضا التو بيريودز مثلا ما كانوش راشنال، ما كانوش مثلا رقمين انتجر مقسومين على بعض هنا، لو فرضا التو ريشيوز يعني تي 1 على تي 2 دي طلعت بتساوي باي مثلا، باي ده ما هوش راشنال نمبر، كويس، ده رقم صحيح، والرقم صحيح بيبقى يعني حاجه زي فلوتنج بوينت نمبر، فده ملوش، ما اقدرش احطه بالشكل ده ابدا، فما بيبقاش عندي القدره ان انا اعمل الكلام اللي انا عملته هنا ده. اوكي، فلو انا عندي الريشيو بتاعت التو بيريودز ما هياش راشنال نمبر، بقول على طول ان المجموع بتاعهم عمره ما هيكون بيريودك. اوكي، فبيسكلي زي ما كنت بقول من شويه، البرودكت بتاع التو بيريودك سيجنالز، بتكلم على البرودكت بقى المره دي، المالتيبليكيشن بتاع التو سيجنالز، كويس، نفس الكلام. اوكي، يعني نفس الحكايه بالظبط، البرودكت بتاع تو ساينوسويدلز بيبقى بيريودك، بس مش شرط ان اي بيريودك سيجنال مضروبه في بيريودك سيجنال ثانيه تبقى بيريودك. اوكي، خلينا ناخد مثال على كده. اوكي، لو احنا بنتكلم دلوقتي على فرضا يعني سيجنال شكلها مثلا عباره عن مثلا سكوير ويف، اوكي، والسيجنال الثانيه شكلها ما هياش سكوير ويف، شكلها مثلا عباره عن مثلا ساينوسويدل. اوكي، لو انا ضربت التو سيجنالز دول في بعض، ممكن الشكل بتاع الساينوسويدل ويف ده ما يبقاش لما اجي اضرب التو سيجنالز بعض يطلع لو بيريودك اكستنشن، لو ما كانش الدنيا في البيريود بتاعتي متظبطه بشكل دقيق، يعني لازم هو يعني الحاجه اللي بتضرب مثلا في بيريود اللي هي الجزء بتاع الساينوسويدل مثلا اللي عامل زي الهامب ده يتضرب في حاجه يعني في السكوير ويف دي كل مره بنفس الشكل، السيجنال كلها بتاعت البرودكت دي مش هتكون زي بعضيها، هي كل مره هتتعمل بشكل راندم، هيبقى فيه راندم شيفت، والراندم شيفت ما يسمحليش ان السيجنال دي تبقى ايه، تبقى بيريودك. اوكي، ففي الاخر اللي هو الجزء بتاع البرودكت ده يعني ده لازم نبص عليه يعني بشكل يعتبر يعني ايه دقيق شويه عشان نقول اذا كان هيطلع بيريودك ولا مش هيطلع بيريودك، وده بيبقى اصعب شويه من السميشن بيبقى سهل زي ما احنا قلنا كده، مجرد بس احنا بنشوف البيريودز ونقارنها ببعضيها، انما هنا لا، الدنيا بتختلف شويه. اوكي، الحاله الوحيده اللي بتبقى فيها الدنيا هنا سهله لما يكون عندي البرودكت بتاعي بيبقى بين تو ساينوسويدز. اوكي، لو كان التو بيريودك سيجنالز دو ساينوسويدز ما بيبقاش مشكله، ويبقى دايما الايه البرودكت بتاعهم ده بيبقى بيريودك.